ضمن موجة الغلاء المتصاعدة التي شملت كافة الجوانب المتعلقة بالوضع المعيشي للمواطنين، والتي جاءت انعكاساً لتضخم أسعار الصرف، تفاقمت أزمة الخبز والروتي في محافظة أبيان وعدد من المحافظات المجاورة. تصاعد حجم الأزمة جاء بعد ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير، بالإضافة إلى قيمة المواد المتعلقة بإنتاج الرغيف وأقراص الروتي، الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على حياة الناس المعيشية. يعني معك أجور العمال لازم ترتفع مع ارتفاع العملة الأجنبية، الارتفاع العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني يرتفع، لازم أنت العامل يبقى في ذمتك، العامل محتاج يعني الذي يستلم الخمسة الستة آلاف السبعة آلاف يعني لازم ترجع للتسعة، صاحب الحطب يعني تشلوا من الحمل الحطب يعني العربة المجنونة هذه المسمى المجنونة يتجاوز العشرين الألف. ومع استمرار هذه الأوضاع تتصاعد أصوات المواطنين تجاه إهمال الحكومة والتخلي عن واجباتها، متهمين أجهزة الرقابة الحكومية بعدم التحرك في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، لافتين إلى أن الحكومة تقف موقف المتفرج مما يحدث من انهيار معيشي في البلاد. وين الحكومة؟ الدنيا غلا، الناس تبهذلوا، الناس تأكل من البراميل، الروتي غالي، ده غالي، وين الواحد يروح؟ العزيز أصبح يطلب، اللي عزيز وشريف أصبح يطلب بسبب الحكومة الضايعة والنقابة والرقابة، وينهم ذولا؟ كلهم كذابين، بهذلوا بالناس. وعلى الرغم من تدخل بعض المنظمات للمساعدة وللحد من الآثار الكارثية لهذه الأزمة، والذي استهدف عددا من المخابز والأفران لأسبوع واحد فقط، إلا أنه لم يلبي الاحتياج الكبير للمدينة الذي شهد تفاوتاً في أحجام أقراص الروتي من فرن لآخر. مواطنين أبيان نعاني من غلاء الأسعار، كما هذا الآن قرص الروتي بمئة ريال يطلع الواحد بخمسين بسبعين ريال ينزل إلى خمسين ريال، قالوا الدعم دعم يدعموا الأفرام، الأفرام مساكينهم زينا مواطنين يدورون لهم لقمة العيش، يعني بالله عليك الحكومة لما تجيتها ما تعطي دعم للفرم، نحن من وين نحصل عاد ناكل؟ بالله عليكم وينهم؟ راح معانا قال معانا دعم ودعم خارجي ودعم ذا، ولا حصلنا الدعم الخارجي ولا حصلنا الدعم الداخلي ولا حاجة، القرص الروتي بخمسين ريال، اتقوا الله اتقوا الله في المواطنين. ارتفاع أسعار الدقيق تسبب بشكل مضاعف، فإلى جانب ارتفاع الأسعار أيضا تقلص حجم القرص بشكل كبير لعدم قدرة ملاك الأفران على تحمل أعباء وتكاليف فارق الشراء لكميات الدقيق والوقود وغيرها من المستلزمات الخاصة بإنتاج الخبز.